تضيعه وقت غير في اللي تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تتدرب كويس. طول ما انت قاعد كده عشان تخرج من هنا، يبقى انا لما اقعد لي سنتين استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت. طيب هقول لكم على حاجه، عايز ساعتين خدمه، الخدمه دول تدريب، لما يجي حد هنصحي له قوي، لكن اقف كده بس ده مش كويس. والكلام ده انا كنت قلته وانا وزير عشان ابني رجال مقاتلين اشداء، من ضمن البناء بناء الجسم، بناء عقله، بناء ايه؟ عقله. عقله. نتكلم كلام مفيد مع بعضنا، ما نخافش من حد ابدا. ما نخافش يا اولاد من حد يا عمري. طبعا. ما انا هتقاتل ازاي؟ زي ما قاتلته قبل كده. كل سنه وانتم طيبين. طيب يا فندم. متشكرين.